السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. الجو البرد هل هيؤثر على الجنين ولا لا؟ طيب، لما بتيجي واحدة حامل في الشهور الأخيرة وبتبقى وضعية البيبي راسه لفوق، طبعا دي مش وضعية الولادة، فوضعية الولادة ان تكون راسه لتحت. فمن ضمن التمارين الطبيعية اللي ممكن تتعمل والحامل تعملها وهي قاعدة في البيت، انها تجيب كمادات مية باردة او كمادات باردة ساقعة وتحطها اعلى البطن اللي هو موضع رأس البيبي. اللي هيحصل ان البيبي بينفر من الطقس البارد او من الجو البارد او من الشعور بالبرودة، وهيتجه اتجاه اخر معاكس لهذا الجو البارد اللي استشعره من الكمادات الباردة. طيب، وممكن تنفع هذه المحاولة ويتحرك ويغير وضعه. اذا نقدر نقول ان الجو البارد بيؤثر على الجنين؟ الحقيقة برضو لا. أمال إيه؟ في فرق كبير جدا ما بين التعرض المباشر الملاصق والتعرض العام. يعني لما واحدة بتتخبط لا قدر الله خبطة بسيطة، أو إنها ماشية كده هوت وبتفتح الباب خبط فيها، أو إنها ماشية مثلا أو في المطبخ بتتعامل فاتزقت حاجة بسيطة كده، كل الحاجات البسيطة دي اللي هي في حدود الحياة اليومية، حرارة الجو، كل ده يعدي سواء كان حرارة جو عالية أو حرارة جو منخفضة أو خبطة عادية، كله يعدي. إيه اللي دخل الخبطات مع الحرارة العالية والواطية؟ لأن في حاجة واحدة بتحمي الجنين من التلاتة دول، في حاجة واحدة بتحمي الجنين من التلاتة دول، هي مية البيبي. مية البيبي اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى حول البيبي لها عدد من الوظائف نقدر نقول بعدها سبحان ربها العظيم. من وظائف المية اللي حوالين البيبي انها بتحافظ على درجة حرارة الجنين، سواء الجو بره حر جدا، الجو بره ساقع جدا، وكمان بتحافظ على الجنين من الصدمات. يعني انت بتسلمي على واحدة حبيبتك، فحبيبتك دي وهي بتحضنك راحت ايه ملامسة بطنك، بتقول لك معلش انا اسف، ولا حصل اي حاجة. ليه؟ لأن هي لمست المية ما لمستش البيبي، لأن البيبي محاط بالمية. لذلك حاجة مهمة جدا إن احنا لازم نكون بصفة دورية نعملها، اللي هو السونار. ليه؟ عشان نطمئن على إن المية اللي حوالين البيبي كويسة، محصلهاش أي نقص. طيب، في حالات النهاردة إجابة نهائية، الطقس البارد العام لا يؤثر على الجنين اطلاق. امال التمرين بتاع الكمادات البارده؟ لا، ده احنا جبنا كمادات المياه البارده او التلج او مكعبات التلج حطيناها في قربه، احنا سلطناها بطريقه ملاصقه، وده مش هيحصل في الحقيقه، ده مش هيحصل في حياتنا اليوميه، لان حضرتك بتكوني لابسه ملابس شتويه لانك بتحمي نفسك برضو من الطقس البارد. فده التأثير اللي ممكن يجي من درجة الحرارة إذا انخفضت أو إذا ارتفعت، أو لو حضرتك تعرضت لصدمة. هو ده التأثير، مفيش أي تأثير. ولكن تعالوا بقى أقول لكم على حاجة مهمة جدا. الطقس البارد ممكن يؤثر على الجنين بطريقة غير مباشرة، لأن في الطقس البارد بيحصل إن الحامل ما بتشربش مية بكميات كافية، ومش بتتغذى كويس. في كثير من الحالات ما بيتغذوش كويس على حاجات فيها مية. ما هو مش شرط ان احنا نشرب المية كمية، ولكن في الفاكهة مية، في الخضروات مية، في مرقة اللحمة او مرقة الدجاج الشوربة فيها مية، حاجات كتيرة جدا نقدر ندعم جسمنا. الحليب فيه مية، اكل ربنا فيه مية، ولكن الاكل المتنوع مطلوب مع شرب المية. أيضا شرب المية الصافي، مية لازم نشرب مية في فترة
الطقس البارد لان احنا بننساه. نذكر نفسنا اللي هيحصل لو حضرتك ما شربتيش ميه كفايه، هيحصل عندي كذا احتمال. ممكن يحصل جفاف، والجفاف ده بيؤدي الى انقباضات رحميه متزايده، وهذه الانقباضات قد تصل الى حد الولاده المبكره في عدد من الحالات. الجفاف كمان وعدم شرب حضرتك للميه في فتره فصل الشتاء ده بيعلي فرص ارتفاع التهابات المسالك البوليه. والتهابات المسالك البوليه لما تترك بدون علاج بيؤدي هذا الامر في عدد من الحالات الى ثقب في كيس الحمل او ثقب في الكيس اللي محاط بالجنين، وبتتسرب المياه اللي احنا بنتكلم عنها انها بتحمي الجنين من الطقس البارد وبتحمي الجنين من حاجات كتيره وبتغذي الجنين وخلافه، واللي بتخلي الجنين ينمو بشكل جيد. فالتهابات المسالك البوليه هتكتر لو حضرتك مش مهتم بشرب المياه. طيب برضو عايز اقول ان في الطقس البارد لما بيحصل انخفاض شديد في درجات الحرارة، بعض الناس بعض مننا بيتعرض لايه ارتفاع في ضغط الدم نتيجة انقباض الاوعية الدموية. فمهم ان احنا من حين للتاني ان احنا نطمن على نفسنا ونقيس ضغط الدم. قياس ضغط الدم مهم جدا في فترة الحمل بوجه عام، وفصل الشتاء يا ريت نقيس الضغط من حين للتاني نطمن ان الضغط تمام مظبوط، يعني مش عالي في المستويات الطبيعية بتاعته. لو لقيناه منخفض شوية مفيش اي مشكلة في فترة الحمل، لازم يحصل انخفاض نسبي شوية، انخفاض نسبة بسيطة في فترة الحمل، فما تقلقوش لو لقيتوا ان الضغط بتاع حضراتكم منخفض قليلا، يعني مثلا 70 عفوا 100 على 70 او 110 على 70 او 100 على 60، كل الارقام دي محتملة تكون في الحمل فما فيش منها مشكلة، ولكن لازم يقابلها برضو التغذية السليمة. البرد بتكتر في النزلات بتاعت دور البرد دور الانفلونزا، طبعا الحامل مناعتها ضعيفة فسهل جدا انها يكتر عندها طور البرد ويتكرر عندها فصل الشتاء أكتر من مرة. بعض السيدات للأسف ممكن يكونوا ما عندهمش صبر فيجروا على بعض الأدوية اللي كانوا متعودين عليها فيما قبل الحمل، أدوية البرد المعروفة، ولكن أحب أقول لكم إن هذه الأدوية أغلبها غير مناسب للحامل وغير مناسب للجنين، ومهم جدا ان احنا نرفع مناعتنا بالتغذية السليمة عن طريق الاكل اللي ربنا خلقه، وشربة الخضار، شوربة الخضار بالدجاج، شوربة الخضار بالفراخ، احلى حاجة تقدري تقوي بيها مناعتك في فترة دور البرد ودور الانفلونزا، مهمة جدا، لان رفع المناعة هو ده اللي يخليكي تقاومي اي فيروس يجيلك في فترة الشتاء. والتدفئة مهمة جدا، محدش يعرض نفسه للبرد انه يتعرض للهواء السقيع او انها تنزل بدون ما تكون متقلة على نفسها. عايز اقول لكم ان من حكمة ربنا سبحانه وتعالى لما البني ادم بيعيا ان حرارته بترتفع، وده لان الفيروس ما بيعيش في درجة حرارة عالية، وده اللي بيخلي ان نزلات البرد بتكتر في الشتاء عن فصل الصيف. هي بتيجي فصل صيف ولكن مش بنفس الكم اللي ممكن تكتر بيه في فصل الشتاء. ولذلك طول ما احنا مدفيين نفسنا ومحافظين على درجة حرارة جسمنا انها ما تنخفضش بالتغطية الكويسة وبارتداء ملابس شتوية جيدة، وان احنا مدفيين نفسنا كويس جدا، هنحمي نفسنا من الإصابة بالفيروسات اللي ممكن تكون متكررة في فصل الشتاء. تأثير مباشر من البرد للجنين؟ لا. تأثير غير مباشر؟ أيوة، زي ما شرحنا في حلقة النهاردة. أشكركم شكرا جزيلا وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.